كريم، أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين قناة الريان الفضائية والقنوات النقلة لهذا الحدث. أيها الإخوة، نصل وإياكم إلى يومنا العاشر من عمر هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله. أيها الإخوة الأفاضل، نأتي إلى يومنا العاشر وفي الفترة الصباحية ومع أشواط الإنتاج والمنتجين للحيل وللزمول والشلفة الفضية للحيل الإنتاج تذهب من نصيب الجزيرة لسالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة المري، يستاهل. يتقدم بتسليم هذه الرموز نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن عبد الله بن محمد الكواري، يستاهل. راعي الجزيرة سالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة وإخوانه على هذا الناموس وناموس الجزيرة في هذا المساء، التهاني موصولة لجميع المهيرة وأيضا لك يا عبد الرحمن النهاب ولجميع الحاضرين. أيها الإخوة الأفاضل، صور تذكارية تجمع هؤلاء الشباب القادمين مع نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وفرحتهم بهذا الناموس الغالي، صور تذكارية تجمعهم بهذه الشلفة أمام عدسات قناة الريان الفضائية وأيضا لجميع المشاهدين. ننتقل حضورنا الكريم إلى الخنجر الفضي للزمول، الخنجر الفضي للزمول الإنتاج تذهب من نصيب مذخور لسالم بن محمد الحديد المري، يستاهل. سالم بن محمد الحديد هو مالك مذخور، يتقدم جار الله بن حمد بن سالمين لنائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن عبد الله بن محمد الكواري وهذه الرمز الغالية في مهرجان سيد الأمير. يا سلام، فرحة قامرة مع هؤلاء الملاك وأبناء هذا الوطن بهذه الفرحة الكبيرة على هذا الفوز الكبير في أقل المهرجانات، يستاهلون. الحديد سالم بن محمد الحديد مالك مذخور من فاز معنا بهذه الخنجر الفضية مع زمول الإنتاج، نهنيه ونبارك له على هذا الناموس. صور تذكارية تجمع رئيس اللجنة المنظمة نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن عبد الله بن محمد الكواري وهؤلاء الفائزين. لا يسعنا في